بنات وولدين. انا بعلمهم القفص. انا متعلم القفصه دي من عندي 12 سنه، انا 56 سنه، هي 44 سنه شغال في المهنه دي، مهنه شريفه، مهنه نظيفه، مهنه ما فيهاش كراسي، ترابيزات، سراير، اطفال، اي شيء يخطر على بالك، حتى بكات ورد ما بنعنوش غير لما يكون البلح هيستوي. بعد البلح ما بيستوي بطريق كتير موجود والحمد لله. بطلع الساعة 9 بروح مثلا بعد العشاء أو مع المغرب، فظروف الحالة المادية مش كويسة، فالوقت دلوقتي مختلف عن الأول، لأن بالنسبة لشغل البلاستيك وده 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 طبعا وقف الحال. يعني ممكن نروح بـ20 جنيه، هيعمل إيه الـ20 جنيه؟ لو جبت عدس في البيت مش هيكفي، والواحد ساكن بالإيجار بـ400 جنيه في الشهر ومية ونور، ده ساعات المية بتيجي بـ200 جنيه. فظروف غير الأول برضه.